جديد. وفي فقرتنا الطبية اليوم رح نتحدث عن حالة أو مرض شائع وهو المي البيضاء. بنسمع كثير من الأشخاص بيعانوا من المي البيضاء عند عمر معين. رح نعرف أكثر عن الأسباب، أسباب التعرض للمي البيضاء، أيضا نعرف عن أساليب العلاج والوقاية وغيرها من المواضيع اللي ممكن نتحدث فيها مع معتصم الفايز، وهو دكتور استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الجامعة الأردنية. بنصبح عليك، صباح الخير. يا صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك في استديوهاتنا بيوم جديد. ودائما بيوم جديد بنحاول نقدم رسائل توعوية وتثقيفية متعلقة بمواضيع طبية مختلفة. اليوم حبينا نروح شوي بنعمة العين، نعمة البصر عند كثير من الأشخاص. يمكن في أشخاص بيعانوا من مشكلة اللي هي الماء البيضاء، وهي زي عتمة سوداء بتكون داخل العين. نتحدث شوي عن الماء البيضاء داخل العين وما سببها. يا ستي صباح الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للاستضافة الكريمة في البرنامج كل كريم. بما أننا احنا في بنوجه رسائل توعوية للمجتمع، انا حاب بس يعني بأقل من دقيقة اوجه رسالة للمجتمع بأهمية التسجيل في المنصة للتطعيم. واحنا في العيادة وفي المجتمع في المرضى كل الناس بيسألوا، في كثير معلومات خاطئة عن التطعيم موجودة، فبدي أوجه رسالة. بما أنه الدولة الآن بتتجه بفتح قطاعات كثيرة في المجتمع، ما بنفع نفتح القطاعات هاي وإحنا ما كنا مطعمين ومبنين المجتمع من مرض الكورونا. هاي رسالة بسيطة لأهمية التسجيل وأهمية التطعيم. وأنا اليوم رايح أخذ أول جرعة من التطعيم في مستشفى البشير، ومستنيها على يعني أحر من الجمر إن أروح أخذ هاي الجرعة وأرجع لحياة الطبيعية اللي أنا متعود عليها قبل هاي الجائحة. الله يعطيك الصحة. تأخذ الصيني ولا الفايزر؟ ولا ما بعرف، أنا رايح الموجود. رايح نعم. اللي بحطه على الطاولة بدنا نأخذه. صراحة نحن غلطنا غلط، يمكن خلينا نحكي شوي غلطنا مش كتير، إنه صار في فروقات بين المطاعم، وصار اللي يقول لك أنا بأخذ الأمريكي أنا بأخذ الصيني. صار عرفت كيف هي المشكلة اللي ربطت بالدول. هاي المشكلة يعني. بس هو مطعم، بس الأخر وذات فعالية بغض النظر، وهذا مطعم طبي وهذا مطعم طبي. ستي بخصوص المي البيضاء، وهي اسمها باللغة العامية اللي بتداولوها المرضى المي البيضاء، وفي اسم ثاني اللي هي المي الزرقاء. هو في البداية يعني أنا بحب أحكي مع مرضاي إنه هذا مش مرض، هو تطور طبيعي بيصير بعدسة الإنسان داخل عينه مع التقدم بالعمر. وما في ناس عنده مناعة من هذا المرض، لأنه هذا تطور طبيعي فسيولوجي، إحنا بنكبر فبتصير هاي التغيرات موجودة داخل عدسة الإنسان. عادة هي بتبلش بعمر 40-45 سنة، وهي بداية أنه الإنسان بصير بيحتاج لنظارة قراءة على أساس يبلش يشوف الأشياء القريبة، لأنه عينه أو العدسة داخل العين فقدت خاصية أنه هي تعمل له تركيز على الأشياء القريبة والبعيدة. بعدها بتتطور الأحداث بخصوص أنه مدى الرؤية ببلش أنه هو ينخفض، وهي بتأثر على شغلتين أساسيتين في الرؤية اللي هي قوة الرؤية و جودة الرؤية. هذول الثنتين بتغيروا عند المريض. جودة الرؤية بتكون كثير واضحة عند المرضى، لأنه بقول لك الألوان اختلفت علي، الضوء اختلف علي، بحاجة لإنارة أكثر بالليل عشان أشوف زي اللي قاعدين معي في الغرفة أو زي اللي موجودين معي في المجتمع. بعض المرضى بيشكوا أنه هو بيصير عنده مشكلة من الضوء، أنه بيصير عنده فيه شيء زي ما تقول الشعاع، أو الإنجليزي بنسميها الجلير، أنه هو بيصير عنده وهج بالذات وهو سايق بالليل السيارة. ضوء السيارات اللي جاية بتعطيه وهج، أنه ممكن مرات بعض الأحيان أنه الوهج هذا بيستمر ثواني أنه مش قادر يشوف. تمام. الشغلة الأهم كمان أنه هي بتأثر على قوة الرؤية، اللي هي مدى أنك تشوف الأشياء البعيدة بشكل واضح، فهي بتبلش تنخفض 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 لغاية أنت بعض المرضى بيجوا العيادة أنه هو يدوب يقدر يشوف الغرفة اللي حواليه والأشياء اللي موجودة حواليه، المحيط القريب بتأثر حتى على كل هاي الشغلات. بيسألوني المرضى، دكتور ما في شيء ممكن توصف لي تعمل لي أني أنا ممكن أنا هذا يوقف المرض، أو أنه ما في، لأنه هذا تقدم طبيعي حالي. بالعمر كل ما مشينا في عمرنا بيزيد، ولكن في بعض الأشياء في جسم الإنسان ممكن تسرع الحالة، زي مثلا مرض السكري، ومرض السكري الغير منتظم، تقدم بالسن، تقدم بالسن، الدخان، الأشعة تبعت الشمس، كل هاي الأشياء، الكورتيزون بيأثر بشكل مباشر. نعم. بالذات الكورتيزون اللي ممكن تأخذه كقطرات أو كحبوب. نعم. ولكن يعني هو هذا الثمن ممكن تدفعه، لأنه الكورتيزون إذا بتأخذه لعلاج أمراض أخرى فيعني هو الثمن ممكن تدفعه وتعالج مضاعفات. مش إنه أشياء كمضاعفات للدواء. فها هي الأعراض بشكل عام اللي بشكو منها المرضى. نعم. بالنسبة للتشخيص دكتور، يعني بعد
ما الشخص ممكن يشك احيانا بانه انا عندي مي بيضاء، بلش يصير معه واحده من الاعراض اللي انت ذكرتها، الان بده يتشخص بالمي البيضاء وبده يبلش مسيره العلاج، تحدث عن هذا الجزء. سيد العزيز، التشخيص جزء كثير من المرضى بتحولوا من فاحصين النظر، لأن المريض بده يروح على محل النظارات يغير نظارته يسوي شيء، فبيبلش تبع النظارات انه يغير له كذا، فبقول له لا شكلك انك انت في عندك مي بيضاء، روح على طبيب العيون، او المريض بيتجه بشكل مباشر لعياده العيون بيشكي شكوته. فهو التشخيص يتم في عياده العيون مع طبيب العيون فقط لا غير، يعني ما في هذا تخصص مباشر في طبيب العيون، هو بيشخص هذا الموضوع في العياده على جهاز فحص العين. نعم. طيب العلاجات بشكل عام للمية البيضاء، هل الليزر هو علاج يعني خلينا نحكي ذات فعالية لعلاج المية البيضاء، أو حتى ممكن جراحة بالموجات؟ طيب الخمسين سنة اللي فاتت تطور علاج المية البيضاء عن 3000 سنة وراء، فإحنا الخمسين سنة اللي فاتت التطور كان هائل جدا، والآن الحمد لله إحنا وصلنا لمرحلة يعني بديش أسويها المرحلة البرفكشن إنه بترجع عين المريض زي ما كانت قبل المي البيضة، ولكن فعلا إحنا بنصل لهذه المرحلة. العلاج هو العلاج جراحي، يعني ما في شيء ثاني أنا ممكن أعطيه للمريض، باستثناء ممكن أجدد له النظارة، وتجديد النظارة هو تأجيل العملية، بمعنى آخر أنا قوة نظري نزلت في مرحلة معينة، النظارة ممكن ترفعها لقوة معينة، ولكن زي هسه السنة الجاي رح أرجع لنقطة الصفر ويمكن أقل، فهي النظارة لتأجيل العملية فقط لا غير، ولكن تطور الحالة بيمشي مع تطور العمر. العلاج الجراحي بيكون في المستشفى، وهي عادة إحنا بنحكي للمرضى هي عملية، وهي عملية بتدخل غرفة العمليات وتجرى تحت التخدير الموضعي. يعني أنا مرضاي بحدود 95% من مرضاي هو بتسووها تخدير موضعي، والعملية بتأخذ من 10 إلى 15 دقيقة ماكس حسب ما الأمور ماشي خلال العملية. وتخدير موضعي أنك أنت بتحط قطرات على عين المريض، يعني لا إبرة ولا إشي، هي قطرة بس أنك تتخدر سطح العين وتجرى العملية. نسبة النجاح مرتفعة، احنا بنحكي عن نسبة 95% نسبة النجاح، وهذا في الطب في العمليات يعتبر رقم مرتفع جدا. نعم. انك انت تحكي لمريضك انا بدي اسوي عملية نسبة نجاحها مضمونة 95%. نعم. ولكن ما في جارنتي 100% في هذا الموضوع. نعم. والعملية ما بنستخدم فيها غرز خلال العملية او بعد العملية، القرنية بتلتئم من حالها لانه جرح صغير. ولكن هنا يعني شوية بعض المفاهيم الخاطئة حابين ننولها للمرضى. بيجي المريض على العيادة بيسألك بقول لك دكتور استوت أو ما استوت، يعني كأنك أنت بتحكي عن إشي مش مرضي. استوت إنه هي وصلت مرحلة متقدمة، تمام؟ هذا كان مفهوم خاطئ زمان، لأنه كانت العمليات مش في جودتها الموجودة الآن، فكان الطبيب بيأجل المريض لغاية لما نظره ينزل كثير عشان يحس بفرق العملية. ولكن الآن أنا المريض إذا شكى من إشي وشخصته إنه عنده المي البيضة، الحل العملية وقرار المريض. نعم. النهاية دكتور، يعني نفرض بأنه المرحلة ما كانت متقدمة وانعملت العملية، في احتمالية أنه ترجع؟ يعني لا، هي تجرى مرة واحدة لنهاية الحياة، ما بترجع لك نهائي، لأنه أنت بتشيل السبب المسبب لهذا الموضوع وبتخلص منه، فما في. وهي من أحد المفاهيم الخاطئة، بقول لك دكتور طب سويتها بترجع للمي البيضة؟ صح. لا، هي بتروح بشكل نهائي، والمريض بلمس النتيجة بصير يشوف بوضوح بنفس اليوم أو ثاني يوم بالكثير. ممتاز. طب في إجراءات معينة دكتور لازم المريض يتبعها قبل وبعد إجراء هذه العملية؟ يعني في أشياء معينة لازم يلتزم فيها؟ شوفي، قبل العملية احنا كطبيب احنا بنتأكد انه ما فيش التهابات على سطح العين، لانه احنا بدنا نسوي العملية للمريض، فبدنا نتأكد انه ما في التهابات على الجفن او على سطح العين تؤدي لا سمح الله انه هذا الالتهاب يدخل تحت جوا العين. انه يظبط الضغط تبعه، السكري تبعه، اذا باخذ مميعات للدم انه هو يصل التارجت اللي هو مفروض المميعات اللي هي بتنعمل له، فهي عبارة عن تهيئة الجسم انه هو العملية. العملية يتم فيها إزالة المي البيضاء وزرع عدسة داخل العين. زرع عدسة لأنه هي العدسة بتعوض العدسة اللي إحنا شلناها، اللي هي الناتشورال اللي إحنا شلناها من جسم الإنسان. وهنا موضوع العدسات تطور بشكل هائل جدا، لأنه في كثير من العدسات الآن إحنا بنستخدمها، إنه العدسات بسموها باللغة الإنجليزية البريميوم لينسز، اللي هي العدسات إنك أنت مثلا المريض بيجي عندي على العيادة بيقول دكتور أنا بدي بعد العملية موضوع النظارة
أتخلص منه بشكل نهائي، ما بدي أستخدم النظارة بشكل نهائي. وتطورت الآن العدسات أنه يتعوض حتى النظارات اللي أنت بتستخدمها، معنى المريض أنه هي في عدسات اللي هي متعددة البؤرة، أنه المريض بيقدر يشوف القريب والمتوسط والبعيد بشكل واضح، حتى إذا في انحراف على سطح القرنية وهو الأستيغماتيزم احنا كمان نستخدم عدسات اللي هم التورك لينسز، يعني نحطها جوا عين المريض في اكسس معين على اساس انك انت تمنع الاستيغماتيزم يظل موجود. عندي فضول اسال عن مده العمليه، مده العمليه وهل يشعر المريض بالالم او لا؟ هسه احنا بنغطي على وجه المريض فهو ما بيشوف احنا ايش بنساوي، الالم ما بيشعر فيه بشكل نهائي، بيشعر بشكل ضغط غير مؤلم داخل العين، يعني كأنه واحد حط أصبعه على عينك بس هو غير مؤلم، تمام، وضغط تنشن داخل العين لأنه هذا الجهاز اللي هو بيسحب المي البيضة من داخل العين. ولكن حتى لو شعر بألم هو بيقدر يحكي خلال العملية لأنه هو صاحي، فأنت بتقدر تعطيه مخدر قد ما بده خلال العملية على أساس أنه ما يشعر في الألم. ولكن في بعض المرضى بيجي بيقول لي دكتور انا ما بتخيل ايش تسوي لي عمليه بعيني وانا صاحي، او عندي مشكله انام على ظهري صدري واتيفر ذا ريزون، انه هو مش بيقدرش ينام على الطاوله، ففي هو التخدير العام والعمليه تاخذ افريج تبعها 10 دقائق 15 دقيقه ماكس، ممكن نص ساعه حسب الامور ماشيه خلال العمليه. ويعتبر هذا في العمليات بشكل عام وقت قصير جدا انك تحكي للمريض انا بسوي لك عمليه ب 15 دقيقه 10 دقائق وتروح على البيت كمان. نعم دكتور، هل في عين معينه ما بزبط نعملها مي بيضاء او عمليه المي البيضاء، وشو مخاطر عدم التشخيص المبكر وانه الشخص يهمل موضوع المي البيضاء؟ شوف بخصوص انه ما في عين ما بتسوى لها عمليه المي البيضاء، عاده اغلب المرضى وضعهم طبيعي انه هو صار عنده مي بيضاء وتسوي له عمليه، ولكن ممكن يكون العين فيها امراض اخرى غير المي البيضاء، او ممكن نتيجه الاصابه اجته المي البيضاء. ولكن ما في شيء اسمه انت ما بتقدر تسوي العمليه، دائما في تخصص وفي ناس مور سينيور في مجال معين، فالمي البيضاء تقدر تتخلص منها بكل أريحية، ما في عين أنك أنت توقف عائق أمامك أنك أنت ما تسوي لها عملية. استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور معتصم فايز الربيع، سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم بجميع المعلومات التوعوية اللي قدمتها فيما يتعلق بالمية البيضاء داخل العين وأسلوب وطرق علاجها والوقاية منها، كل شكر لك. إسلامي يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك. وخبرنا إيش بصير معك بعد ما تأخذ المطعم اليوم. كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. يعطيك العافية دكتور وشكرا لك. تسلم.